ارحب اللي طبيته. يلا خروا هناك نقزرها. والله مالي حاجه يا مالي حاجه البدر، بس جاي اسال. شفت فهد العرادي؟ قلت لك انا سوي نفس حالك انت، خليك فهد العرادي خالك عادي. ارقص ارقص يلا ارقص ارقص، تبي دراجون على الرقص؟ هزه 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 والله نزل. اسمعني والله نزل هزه. اسمعني اسمعني اسمعني، انت هدي يا صاحبك، هدي يا صاحبك يا صديقي، هدي هدي. انت جالس تغلط علي ببث اكثر. انت معك المقص عليك جيت تركض، يعني ما تغلط انت انا ما حلم فيك عشان ارحب اللي طبيته. منو طالب قشت؟ كيف والله ما دريت عنه، والله ما دريت عنه، والله والله انا اصلا فات البرنامج الثاني بروح، والله ما دريت عنه اصلا. اطردوا خالد موجود، منو الادمنين الموجودين شباب؟ الحصر اطردوه. صار الأدمنية كلهم مو موجودين. منو موجود بالأدمنية؟ لا هلا بسعود. هلا فيك يا مرحب. كيف الحال؟ خير الله يسلمك. عطني أدمن لها أنت بسعود. منو أنت؟ ناصر، ناصر الحربي. يلا أوكي. يلا سلام. مني عندي فل. ادري ادري والله يا متلقه، والله ادري اشكال زباله هذول. انا ردت على اشكال الزباله، اشكال زباله هذول قسم بالله ولا درت عنهم والله. الادمنيه عندي فل. لحظه دقيقه يا رجال، ازق عليه وازق عليه الاكبر منه، خليه يولي. هذا رقاصه، هذا بس يضحك العالم كومبارس. السلام عليكم. عليكم السلام ومرحبا. شو اخبارك؟ تمام الحمد لله، انت شلونك؟ والله مو زين. ليش مال عليك؟ والله تبي ما لقيت احد يضحكني اصلا. والله ايش رايك تضحكيني انت؟ ارقوز انا؟ والله تخليك نفس واحد ببالي يضحك العالم ويدعمونه. تسمعيني انت ولا لا؟ الو الو نعم. هلا والله. اهلا. هلا والله، شلونك؟ تمام. شو اخبارك؟ كله تمام. عمرك انت؟ 20. طفل انقلع يلا مخرج. ابو فيصل طاطف لا تطرد والله، خلي ابي يرفعون الكومنت عندي، خليهم يرفعون، خلي يطلعوني ترند والله. طنش طنش خطر ترند والله، طنش طنش ابو فيصل، ولا تطلع تطرد، خليهم يكتبون بيدهم رجلهم والله، بيدهم رجلهم، خلهم 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 يطلعون ترند. السلام عليكم. عليكم السلام. شو اخبارك؟ يكفي يكفي ان انا ترند الاول الحين، هم مثل الكلاب يطلعوني، مثل الكلاب يطلعوني ترند الاول، مثل الكلاب انا ترند الاول غصب عليكم. ها ترند الاول غصب عليكم يا كلاب، انتم اللي تطلعوني، هذه شغلتكم. يلا يا كلاب انبعوا عندي، انبعوا لا انا ابو الشوارب. يلا يلا لا انا ابو الشوارب. كلاب اهينكم، خليكم ترفعون بثي تمشون. يلا كلاب. الو. هلا. دقيقة انت، انا حاجت منك هناك، جاني هنا زيك كل زيك. انبح يا زيك. هلا. صدام حسين الجمهورية. شوف شوف الموقع، شوف الموقع. اتصل المهيب الروحي صدام حسين بأمير الكويت وقال له حرفيا جابر غدا الأولاد. شوف شفتوا، هذا بالسعودية يحط علم الكويت عشان أطلع قسط، يتوسط عشان يحط علم الكويت، وحب معطيه ميوت زي الكلب. شوفوا زي الكلب، ما راح أنا أسبك
والله راح انزلك راح اخليك موجود لانك حاط علم الكويت، هذا علم ديرتي وتشرف وتشرف. لكن انت زي الكلب تحط علم الكويت عشان اطلع قست يا كلب، تحط علم الكويت عشان اطلع قست، خليك زي الكلب.